يا رتيبة، اللي بده ينستر بيرضى باللي قسم له يا رب العالمين، ما بيعمل مثل ما بتعملي انت مع عابدين. لك يا ابني، اختك زعلانة من عابدين لأنه مد ايده عليها. هي صحيح غلطانة، بس ما بيصير نتصلى الضرب كتير هيك كتير. خلص يوم أبوس إيدك حاجش عليها أنت كمان. اللي صار صار، خلص انسيه. والحرمة ما إلى غير بيتها وجوزها، وأنت بدك ترجعي على بيتك ولا عن جوزك ولا لا؟ بدي خاي بدي، بس بتقله لعابدين ما بقى يمد إيده علي ويحاول يحسن وضعنا. حقك بصراحة، وعابدين كمان عرفان حاله غلطان وندمان كتير، بس بده ياك تطولي بالك عليه ليتحسن وضعه ويحسن لك وضعك. خاي انا بصراحة رتيبة بتحبه لعابدين. رتيبة ليك فصعونة؟ شو هالكلام هاد؟ اسكتي وليه؟ بلاكي بقص لسانك. رتيبة قومي خيط الله يرضى عليك، طبي لي هالبيجة وخليني وصلك على بيت جوزك، ويا دار ما دخلك شر. احسن شي. حاضر خاي حاضر. قومي الله يرضى عليك. قومي شوفي يا صدق المثل هذا اللي بيقول عيني فيه وتفو عليه، رقد. قومي وليك ساعدي اختك. قومي يا سيدي، نحن ايش بدنا غير الله يقدم اللي خير. يا ربي دخيلك. تفضل بكري تفضل. يا الله يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام، شرفتي بيتك يا رتيبي. الله يزيدك شرف عابدين. اهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. اسمعوني منيح، كبروا لي عقلاتكم شوي بقى. اللي فات مات خلصنا منه، ما بقى نجيب سيرته طاول. ها المهم هلا رجعتوا لبعض، وما بدي اياكم كل ما دق الكوز بالجره تتقاتلوا على شغلات فاضيه. ماشي خاي ماشي، باذن الله ما رح نتقاتل، ورتيبي رح تسمع الكلام، ما هيك رتيبي؟ ان شاء الله. ايه خيتو، وانت كمان ديري بالك على جوزك، وان شاء الله هيك تتحسن ظروفه وبتعيشوا احلى عيشه. ليش انا ما بتمنى اسعدها لرتيبي وامن لها كل شيء بتحتاجه؟ ان شاء الله. اخوي انا بدي اعتذر منك عن كل شيء صار، وبالنسبه للمصريات لا تاكل همهم، ان شاء الله برجع لك اياهم عن قريب. ما تاكل هم، انا بهمني انك تدير بالك على اختي، والمصاري انساهم، هدول اخر شغله بفكر فيهم انا. يلا خاطركم. الله معك بكري. الله معك. البيت ما حلو بدونك، سامحيني يا رتيبي.